نروح بقى ونتابع معاكم اخر اخبار الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق اخذ راحه من التدريبات بناء على قرار فيتسو موسيماني المدير الفني، وهيواصلوا التدريبات بكره ان شاء الله استعدادا لمباراه سيمبا التنزاني. امبارح يعني عقب العوده مباشره من السودان وبدون اي راحه اجرى الجهاز الفني للفريق الاول تقسيمه قويه للاعبين، وطبعا يعني النادي الاهلي حاليا بيستعد وبمنتهى القوه لمواجهه سيمبا التنزاني يوم الجمعه الجاي ان شاء الله في اطار الجوله السادسه والاخيره من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. ده طبعا بعد ما ضمن التاهل بشكل رسمي الى ربع نهائي دوري الابطال الافريقي بعد انتهاء منافسات الجوله الخامسه اول امبارح من منافسات دور المجموعات. وبنتمنى ان شاء الله ان اللقاءات اللي جايه طبعا احنا كلنا ما عندناش شك انها هتكون اقوى بكتير من اللي فات، فنتمنى بقى ما نقعدش نتكلم عن نفس الملاحظات السلبيه اللي للاسف للأسف بقالنا حوالي أسبوع بنتكلم فيها من خلال لقاءات مختلفة للنادي الأهلي. طيب امبارح اللاعب محمود كهربا انتظم في تدريبات الكرة الجماعية بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن قبل السفر إلى السودان عن انتظام اللاعب في المران الجماعي بداية من الأمس بعد انتهاء العقوبة وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي لفيتسو موسيماني المدير الفني ومدير الكرة وزملائه اللاعبين. تعالوا بقى نتعرف على حالات المصابين من الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. امبارح عاد التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق الاول الى القاهره، وتواجد بالفعل في الجيم بملعب مختار التتش بالجزيره عشان يستكمل برنامجه العلاجي والتاهيلي للتعافي من الاصابه في العضله الخلفيه. كابتن سيد عبد الحفيظ اطمن طبعا على حاله اللاعب خلال جلسه معاه بعد عودته من بلاده لاستكمال تنفيذ برنامجه التاهيلي داخل النادي الاهلي، وان شاء الله يعني يا علي يا معلول ترجع بالسلامه وتشارك من جديد في كل المباريات القادمه، لان الحقيقه لاعب مهم جدا جدا جدا. واكيد كلنا لاحظنا ان اليوم اللي ما بيكونش موجود معانا فيه علي معلول بتفرق معانا حبتين. اما بقى بالنسبه لمحمود وحيد ظهير ايسر الفريق فهو بيواصل تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي اللي بيخضع ليه منذ اصابته في وقت سابق. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اكد ان اللاعب هيكون جاهز ان شاء الله للبدء في المشاركه بتدريبات الفريق في غضون 3 أسابيع، بيتخللها عمليات فحص مستمر اول باول عشان يطمنوا عليه، ويجروا عمليات قياسات دوريه للتاكد من تعافيه تماما من الاصابه. كابتن محمود وحيد طبعا كان اتعرض للاصابه بتمزق في العضله الخلفيه وبيخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمباريات القادمه. كمان الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق كشف عن تطورات حاله محمد محمود لاعب الفريق، وقال انه يعني بيسير بشكل منتظم في طريق العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه خلال الفتره اللي جايه، وقال ان اللاعب بيؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتاهيلي بشكل منتظم، ووضعه بيتحسن الحمد لله باستمرار، وبيؤدي حاليا المرحله الاخيره من البرنامج العلاجي قبل المشاركه في التدريبات في غضون 3 أسابيع. محمد محمود كان غايب طبعا عن تدريبات الفريق الجماعيه منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية. طيب بالنسبة بقى لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق، الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق يعني أكد أن اللاعب هيخضع لفحص طبي يوم الخميس الجاي إن شاء الله للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة اللي خضع ليها في الذراع، وقال كمان أن اللاعب بيتحسن هو كمان الحمد لله بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي هو اللي هيحدد المرحلة الجاية إن شاء الله من برنامج العلاج الطبيعي اللي بيخضع عليه اللاعب هيكون عامل إزاي. من المقرر إنه يعني يشارك اللاعب في جانب من التدريبات بس بشكل معين عشان يتجنبوا أي التحامات في التدريبات لحين المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات إن شاء الله الفترة اللي جاية. حمدي فتحي كان اتعرض للإصابة خلال مشاركته طبعا مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وطبعا بنتمنى كل الشفاء العاجل لكل مصابي النادي الأهلي، وإن شاء الله يرجعوا يعني بكامل لياقتهم خلال الفترة اللي جاية، لأن احنا محتاجينهم ومحتاجين كامل لياقتهم الحقيقة.